بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أتحدث إليكم من أب لإخوته لمعمو حضرتك. إنني لم أكن أنتوي الترشح لدخول هذه الشقة في هذه الفترة المقبلة، فبالرغم من هذه الظروف العصيبة التي مرت بها الشقة. ها مصطفى، هاقول ايه؟ ها على صدرك يا عيل. اه يا بنت تروح هاي يلحق يلحق، انا اللي تقصدها. ما تبالغش. ايها الاخوة والاخوات، اتحدث اليكم من ابا لاخواته اللي هم عمام حضرتك. انني لم اكن انتوي الترشح الى فترة رئاسية مقبلة، فبالرغم من هذه الظروف العصيبة التي مرت بها الشقة، فلقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وحكومي في هذه الشقة، وأن أعود إلى صفوف المدينة أمارس حياتي كطالب جامعي. حفظ الله المدينة وأهلها ورعاها من كل سوء، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أتحدث إليكم اليوم من أب لإخوته لمعمو حضرتك. إنني لم أكن أنتوي الترشح لدخول هذه الشقة في الفترة الدراسية المقبلة، فبالرغم من هذه الظروف العصيبة التي مرت بها الشقة، فلقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي ووزاري وحكومي في هذه الشقة، وأن أعود إلى صفوف المدينة أمارس حياتي كطالب جامعي. حفظ الله المدينة وأهلها. مين اللي قاس الجيش دوت؟ الفيديو هو اللي قاس الجيش. ايوه يعني هو اللي كان بيقول صور دلوقتي. ايوه يا صاحبي، انا العرس دوت وهو بيقول خطاب التنحي هو اللي جايس. شفتوا عارفين فيديو ده ينزل على اليوتيوب. وده الراجل اللي كان واقف ورا اللي بيجايس. عشان لو نزل على اليوتيوب تكمل بقى. تكمل الفضايح. يلا بقى تعالى نعمل حاجة يا جدع. نحن لا تتنحى. يلا يا جدع. فقدناك شعبا بأكمله. مين الراجل اللي واقف الواد اللي بيجايز ده؟ يلا يا جدع. أحا أحا لا تتنحى. يا سيدي لا تتنحى. يا سيدي أحا. عيني أحا. خذ وتنحى. سيدي أحا. خذ وتنحى. يا عم الكل على عند محمد.